مالا هكذا تبعتوا معنا الاركان اللي راهي في الحصه ومازال فيه اركان واحده اخرى، اليس كذلك جمال؟ نعم مازال فيه اركان، يعني راح تسترعي الانتباه تاعكم بقوه. هذا طبعا اذا تبعتوا الحصه، ما تحكموش علينا احكام مسبقه، ما تبدلوش القناه، استحملونا هكذا باش تقومونا وتقيمونا. الاركان مثلا باستطاعتنا تحقيق الاحلام تاعكم، قلتها لكم في الحصه الفارطه، لم نتلقى لا ادري لماذا اي حلم، لكن باستطاعتنا تحقيق هذه الاحلام على شرط انها تكون احلام معقوله. كريمه، احنا جمال قلنا بلي ليس باستطاعتنا باش نلبيو كل رغبات وثاني نحقوا كل الاحلام، لاننا سبقنا وقلنا بلي الفيزا ما نقدروش عليها في حصه اليكم الخط هكذا، حتى كل سيدي اسا ما نقدروش عليها يعني بكل صراحه. هكذا كونوا معنا وان شاء الله تعجبكم الحصه. شتوا صوت محمد لامين؟ سمعتوه صاحبي كي خويا. حنا في هذا الموضوع الاول اللي رانا رايحين نتكلموا على موضوع ربما حساس لانه خاص بالوسط الشباني، الصداقه لاميتي هكذا. الصداقه كما تعرفوا الافات الاجتماعيه الموجوده حاليا قضت نوعا ما على هذه الصداقه على هذا الشكل. يعني ما عندكش اصدقاء جمال؟ تقريبا لا. مالا شوفوا واحد الروبورتاج، كاين ناس يمنوا بالصداقه، كاين ناس يقولوا لك لازم باش دير صديق لازم يكون عندك مبادئ، لازم تكون فيه اسس. نتابعوا روبورتاج لزميلتنا رزيقه هكذا. الصداقه او الصحبه بالتعبير الشائع، رباط اجتماعي بخصوصيات وأخلاقيات يشترك فيها البشر جميعا. ولكن كيف يفهم كل منا معاني الصداقة ولأي أغراض تقام الصداقات؟ هذا ما سنكتشفه من خلال هذه الاستجوابات. الشباب تاع اليوم يعني ما يتظاهر يعني باللي كاين صداقة تكزيستي شغل كاينة منها. كما يقولوا المحبة في الله والبغض في الله، يعني الانسان يتمشى مع نفس المبادئ تاع الصديق تاعو، يصبح عنده نفس المبادئ تاعو، يصبح صديق تاعو مهما كانت الظروف. اليوم اصبحت عندها عده مفاهيم وكل واحد يعطيها المفهوم، كاين مثلا تختلف من مجتمع الى مجتمع. في الميليو بروفيسيونيل كاين صداقه معينه، في الميليو ستوديون تاعك كاين صداقه معينه، يعني ما اصبحتش عندها صداقه باتم معنى الكلام. كي قار احنا استقبايليت مثل كيما نقول الاحباب، الاحباب تعرف كلش سواء في الدنيت ام كي تزمرتي لي صداقه غير يرقازن ايمانسن، لكن تزمرتي لي صداقه غير ورقاز واحد تبطو. تختلف آراء الشباب حول دعائم الصداقة، فما هي؟ الصداقة تتبنى على أساس الأخوة. صداقة لها دعائم أساسية ترتكز عليها، الثقة المتبادلة بين الطرفين، الصبر كذلك، الصبر أن كل إنسان يصبر على تصرفات وعلى سلوكات الطرف الثاني، كذلك المودة، المحبة، التعاون، الصراحة، كل هذه عناصر تستمد الصداقة تستمد شرعيتها ومصداقيتها. وتتبنى ثاني على التسامح، الإنسان إذا كان ما يسامحش ما يعيش مع حتى واحد. والصداقة حاجة كبيرة، حاجة كبيرة، حاجة عظيمة جدا، هي اللي تجمع الناس كامل. خاطرش نقدروا نقولوا كاين صداقة بين تنين يا لو كان زوج خاوة، باسكو زوج خاوة يعني ماهم وحدة وباباهم واحد، يقدروا يكونوا أصدقاء يقدروا يكونوا ماشي أصدقاء. الصداقة أساسا تكون مبنية على الإخلاص على الوفاء، بصح نادرا الآن ما نجد هذه المواصفات في الصداقة. ومع التغيرات الاجتماعية اليوم قد تفقد الصداقة شرعيتها، فمتى يحدث ذلك؟ اغلبيه كما يقولوا اغلبيه الصداقه الوقت هذا وينه تكون على اساس مصالح، كما تقولش عنده مصلحه ما يديرش الصداقه. في المجتمع الجزائري الحديث يعني من الثمانينات اليوم اصبح عندها عده مفاهيم، كاين مصلحه مبنيه على مصالح شخصيه وعلى اهداف معينه. يعني الصداقه في المجتمع الجزائري فقدت الاهميه تاعها والجوهر تاعها.
جو بونس با بلي كاين يعني ناس اللي يفهموا بلي صداقه تاع الصح، باسكو ما كانش الصداقه تاع الصح. راكو هنايا مع الصداقه، كنت صفقتوا على الصداقه باسكو تحبوا الصداقه، وثاني نقول بالك ربما عندكم اصدقاء بزاف، واني لقيت واحد الاصدقاء نقول لكم مرحبا بكم هنا معنا. عندك اصدقاء؟ سير تبعت الروبورتاج؟ شفته. واش رايك في الصداقه؟ الصداقه في الانستون في الوقت هذا ما كاش. وعلاه؟ حق الحق. وعلاه؟ ما تشوف غير صاحبك يجيك صاحب، يكون صاحبك غير في وقت الشده. ثم سي طادر سي بوزات فيكولي عندك طنوبيل، ثم هو هذاك صاحبك يعرفك غير على جال طنوبيل، الا عندك دراهم يعرفك غير على جال دراهم، ولا عندك مصلحه يعرفك على جال مصلحه. ربما صديق لك خدعك ليس كذلك؟ ماشي خطره ماشي زوج. مالا انت كيما واحد ماشي غير وماشي انا وحدي وماشي انا الاول وماشي انا والاخر. مالا نشوفوا ثاني اصدقاء واحد اخرين. انا الفريد رضا عمر وكريم. راح نتناقشوا شويه في هذا الشكل نتاع الصداقه. راح ربما راح نطرح عليكم اسئله روتينيه نوعا ما ممله، معليش ان شاء الله. طيب يعطيكم الصحه. طيب تقدروا تدخلوا اي واحد يقدر يدخل فيكم، كيفاش مثلا باستطاعه اي واحد انه يكون صديق للواحد فيكم؟ لازم معايير معينه، لازم مقاييس معينه، لازم شروط معينه. مثلا انا حاب نكون صديق لواحد فيكم، واش لازم يتوفر فيا من صفات من معايير من مقاييس؟ اي واحد فيكم يقدر يدخل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصفات لازم تكون فيك تكون ماشي الصفات لازم يكونوا كيف كيف بيني وبينك. ما الصفات تاعك والصفات تاعي ماشي كيف كيف، باش بالك بهذوك الصفات نديروا حاجه واحده اخرى. يعني نتكاملوا. باش نتكاملوا. طيب وانت مثلا واش كيفاش تشوف فيها؟ كيفاش تشوف فيها؟ تاع الصفات يعني بامكاني نكون صديق تاعك تا ولا ماكش حاب يعني؟ انا عندي اصدقاء بصح كيف وليت صديق معاه؟ لا مثلا اي واحد كيفاش تختار الاصدقاء نتاعك؟ كيفاش تختارهم؟ اي واحد يقدر يكون صديق نتاعك ولا تشترط امور معينه ودقيقه؟ انا يكون صديق تاعي ما مرحبا به هكذا. هكذا كيما نقولوا مرحبا به. داير جمعيه تاع اصدقاء. داير جمعيه بيان كاع. عندك اكتفاء ذاتي تسمى. اي والله. قادر تصدر. سير كاع. كاين ثاني فيما يخص الصداقة ولا المعروفة في الوسط الشباني بلا ميتي، كاين شي ناس يرحبوا بكل صديق، انتوما ما ترحبوش بالأصدقاء؟ لا بريمير ديسون لازم الشخص هذا تكون عنده سخية عظيمة، وثاني شيء لازم هذا الشخص يكون لما نقصدو باغ اكزومبل لازم نلقاه يعني نلقاه في شاتل الميدان فاكزم، لو كان طاح في وقت الضيق ولا لا لازم يعاوني هذا الشخص. هذه هي الشروط نتاعك. كيفاش اسمك؟ انت لازم مسابقه باش واحد يكون صديق. لا ماشي مسابقه هكذا. لازم تقلب المسابقه، لازم وضعت يعني شروط صارمه جدا. لا الان باغزم الاخر لاميتي عندها بليزيور ديفينيسيون، هي باغزم تنجم نقول هو تعاون وتاخي بين هذا الفرد. كاين ثاني كيون اميتي تنجم تقول شونجمون ديدي، كاين باغ اكزومبل تنجم تقول نحبوا نكونوا اصدقاء نكتسبوا اصدقاء، لكن نشوف ثاني باللي الاماكن وين نقدروا نلتقيوا بناس باش يكونوا اصدقائنا ربما تولي عائق ايضا. كيفاش؟ مثلا ربما تشتكيوا من نقص في المكتبات في اماكن وين تقدروا تلتقيوا فيها بناس اخرين هكذا، باش في المدارس مثلا في الثانويات في الجامعات الى غير ذلك، ما تشوفوش باللي هذا النقص هذا في الاماكن، اماكن التسليه اماكن للترفيه ياثر سلبا في اكتساب صديق معين؟ واش رايكم؟ اسمح لي جمال نشوفوا واحده وكاره من الصداقه بين عليه. مالا معك؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ مانيش معك داكور كي تقول لي الاماكن تاع الصداقه ما كاش الجزائر، باسكو دوكا وكان نديك نوريك اماكن وللاسف هذو الاماكن سي با ما تقدرش تدخل لهم بالك باسكو كاين بزاف.
وكاين الاصدقاء بصح كاين صديق من صديق ماشي كاع كيف كيف. يعطيك الصحة. كيفاش اسمك؟ كيفاش اسمك؟ رباح. رباح اخت رباح ما تنساش كي تنتهي الحصة تديني الأماكن هادو زيارة خفيفة إن شاء الله. امشي معنا صديق نمشي معك صديق. يعطيك الصحة. اسمح لي شوف جمال نزيد فقط نشوف كيفاش مثلا هل باستطاعة أي واحد أنه يتقبل صديق؟ يعني كان الناس ربما ما همش اجتماعيين الطبع ما همش اجتماعيين ما يداصروش ما يخالطوش ما يشتيوش يتعرفوا على ناس أخرين هادو ثاني ما عندهمش هذيك القابلية لاكتساب صديق. واش رايكم فيهم نخليهم هاد الناس هادو معزولين ولا نحاولوا نتقربوا منهم؟ وإذا قلتوا لي نحبوا نتقربوا منهم قولوا لي كيفاه. لازم بكل صراحة يعمر لي جيبي ولا نعمر له جيبه باسكو صديق اللي ما عمر أعد 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 الجملة هذه إلا حاولنا تاع يعمر لي جيبي ونعمر تفضل إلا حاولنا باش نتقربوا من هذوما الأصدقاء ونحلهم هذوك العقد النفسية لازم يعمر لي جيبي ولا نعمر له جيبه باسكو بمعنى اسمح لي كلمة بمعنى ما فهمتهاش بمعنى يفيدني وفيدو مش مصروف بكل وسائل بكل وسائل شكون اللي يتفق معاه وشكون اللي يخالفه؟ أنا ما نتفقش معاه. تفضل هز الميكروفون هاوليك. أنا ما نتفقش معاه. علاش؟ قلنا علاش؟ خاطر هذه اسمها لازم الإنسان باش يولي باش تعطي لي واحد ما جاب روحه لازم تسي كيفاش دير له قوسطو باش يولي معاك خاطر ما كانش يدير له قوسطو. اسمح لي الأخ. يا سلام. انا هاد لي جون هادو لا سي دي جون تي باتيك مي لازم باش نكسب الصداقه تاعو ماشي هكذا. هاد الفرد هذا باغ اكزومبل جان كل واحد لابد يكون عنده باغ اكزومبل سبب باغ اكزومبل لونفيرومون لي دور فيه ولا يكون سي با سا ولا باغ اكزومبل ستا كومبلكس هكذا دو ناتور من الولاده تاعو وهكذا. تما لازم لا بروميير ديسو لازم نعرفوا السبب اللي ادى هاد الشخص اللي يتجنب كل الاخر كل الاشخاص هكذا ومن بعد نسي كيف نكون مع علاقه متينه. وتحب الاصدقاء ولاد الحومة ولا اللي يقراو معاك؟ انا لي زامي تاعي ماشي ولاد حومتي. ماشي ولاد حومتي يعني بعد دوك يزعفوا عليك ولاد حومتك ها درتي له مشكل كهني مشكل مع ولاد حومته هكذا. نقول لكم يعطيكم الصحه هكذا تمنوا كاع بالصداقه. قبل لا نقول لهم يعطيكم الصحه فقط قولوا الواحد فيكم على يتدخل ولا اثنين كيفاش راح نشوفوا في هذه الصداقه اللي راني قاعد نشوف فيها راهي في طريق الزوال لانها عاد تحكمها مصالح كما السلفون ذكر الاخ قال لك الان عادت مصالح. ماشي انا اللي قلت ماشي انت ما قلتش لا كيفاش تشوفوا في هذه الصداقه راهي في طريق الزوال ولا فيه امل ان الناس تجتمع من جديد وتكون اصدقاء وتكون بون فيه امل باش تكون هذه الصداقه متينه مي يكونوا الشخصين منسجمين سواء ذكر او انثى. اسمح لي باين بلي واعر الحال باش يكون الانسان صديق اليس كذلك؟ نو ماشي واعر الحال مي نامبورت كي تسمى اي شخص يتمنى باش يلقى صديق تسمى يكون معاه على طول الخط هكذا يكون معاه تسمى يمشي معاه راجل ولا سواء امراه. يعطيكم الصحه ملا شفت يعني يهضروا على الصداقه رجال ورجال يعني يعني ما كاش يعني امل باش تكون صداقه بين رجل وامراه. المهم انا تسمحوا لي نقول لكم كيفاش نشوف الصداقه انك عندما تحتاج انسان معين يكون الى جانبك في الصداقة وفي الضراء. هذه الصداقه وان شاء الله تعملوا جاهدين باش تعاودوا تبعثوا هذا الشكل الرائع في هذا المجتمع. يعطيكم الصحه والله يستاهلوا تصفيقه قويه جدا. ومازلنا شباب رانا معكم هنا في الحصه مازال اركان واحد اخرى ربما اللي يحبوا ركن خاص بالاخبار الشبانيه نعرضكم باش تتابعوا الموجز الاخباري مع زميله بهيه. ما
مساء الخير أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الإخباري الجديد، موعد موجز الشباب. بمبادرة من وزارة التكوين المهني تم تنظيم معرضا وطنيا، وهذا بغية التعريف بالاختصاصات التي تقدمها جميع مراكز التكوين المهني المتواجدة عبر كامل التراب الوطني، من أجل أن يكتسب الشباب تأهيلا مهنيا. مراكز التكوين المهني فتحت أبوابها لاستقطاب أعدادا هائلا من الشباب. المعرض دام 5 أيام، وفي يومه الأخير تم تقديم جائزة لأحسن مركز تكوين مهني، بالإضافة إلى تقديم أيضا جوائز للشباب الفائزين. تم يوم الخميس الماضي حفل الإعلان عن الانطلاق الرسمي للموسم الكشفي 94-95، وهذا بمقر القيادة العامة للكشافة الإسلامية. خلال هذا الحفل تم إبراز دور الكشافة الإسلامية، حيث وزعت فيها جوائز الاستحقاق، وتم أيضا تدشين المختبر التربوي الكشفي الذي يلعب دور في الجانب التربوي للنشاطات الكشفية. دار الشباب بقصر الشعب تستقبل أعداد من الشباب، نشاطات متعددة يحتوي عليها هذا المكان، من بينها الإعلام الآلي، الرسم على الحرير، إضافة إلى الإلكترونيك، الإنجليزية، ودروس في الخياطة وغيرها. تعدد النشاطات بهذا الدور سمح للشباب أن يختاروا النشاطات حسب رغباتهم وميولهم، ويتلقون هؤلاء الشباب بهذا الدور دروس نظرية وتطبيقية تحت إشراف أساتذة مختصين. في إطار عملية تشغيل الشباب، تكلفت ولاية بومرداس إلى تشغيل أكبر عدد ممكن جزائري خارج ولا داخل الوطن يتبع هذه الحصة، ما عليكم غير ترسلونا. الآن أيها السادة والسيدات، ننتقل بكم إلى ميدان قار في الحصة، وشوانا الميدان يعني أقل صرامة من المواضيع السابقة. هذا الميدان نستضيف فيه فنان معين، اليوم استضفنا فنان فيكم اللي يعرفوه وفيكم اللي ما يعرفوهش، المهم أن هذا الفنان هو مطرب يغني بالأمازيغية، اختفى لمدة معينة وعاد بقوة، ما عرفتوهش. كريمة دوك تعاونكم. هو حليم اللي رانا رايحين نرحبوا به هنا في الحصة. حليم. مرحبا بك يا حليم هنا في الحصة، واش راك لاباس؟ زفلة هون مرة، مرحبا يا زون. أهم شي حليم؟ صافا لاباس. حليم شد ديجا الحصة لا سوني باس، يعني الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات شفتها عجبتني بيان، سيت اون ميسيون بور لا جوناس سي تو سون في بليزير. حليم بصراحة يعني شفت الحصة ولا ما شفتهاش؟ شفتها الحصة. واش هما الانتقادات حليم بكل صراحة؟ لاباس لاباس. صح. بدي نسألك أسئلة روتينية مملة نوعا ما، بالتأكيد أنك صادفتها في الصحف في الحصص اللي عرضوك فيها. قبل برك نسألك هذا السؤال، أي معايا؟ روح شوف. لاباس هكذا لاباس. إذن حليم، ماذا بك يعني الناس ربما يكونوا أقلية وربما هما أكثرية، ماذا بك تعرف نفسك للناس هذو؟ حليم سيت ان جون شونتور كابيل الجيريان. Je chante des chansons sur la jeunesse, sur. Tu gagnes les chabab. Allez, j'adore la jeunesse. J'aime les gens bizarres. J'aime les chabab. On t'a connu les chabab, Yanni. On t'a connu les chabab. Je suis là. Je suis là. حليم اسمح لي، واش رايك في الشاب الجزائري اللي راه يتابع هذه الحصه واللي راهم هنا معنا؟ الله يبارك. لا جينيس. لا جينيس الجيريان فروا الحيف. الحيف. وي. باش تيغن الحيف، انوا الحيف يغن ثروه الجزائريه. سي تادير دين كوتي اتاس لي جين كبغان كل يوم يديروا الفغيس مازال، مي جو بونس كو ان سي جو ان شاء الله كل يوم يديروا الفغيس. ممكن نسيرم ذاك يا الجزائري غادي يسود غا الفغيس يا لي المزي الجزائري. هاك يا حليم. نعم. حليم جيتنا بحاجه جديده لهذه الحصه هكذا؟ جديد مازال ماشي مسجل. الاغنيه هذه تسمى لا كاسيت 92 زاني تي با فريمون. Sur le marché, elle est déjà sur le marché, mais la pub et tout ça, ça. Ça ne sera pas bizarre. Non, ça ne sera pas, mais le côté de publicité, ça manque. Je suis là. Et je suis là. Je suis là. J'étais en France, je suis là. حليم، الأغنية اللي راك راح تأديها الآن معنا الآن، العنوان تاعها وشنو؟ ورا سيباراسيون انفصال. العواطف، الانفصال، الحب. إذا نخلوكم هكذا، نخلوكم مع حليم ولسالة صفيقة قوية. استاذ حليم.
لا داعي نتكلموا على حليم على المشاكل اللي راك تعانيها وعلى المشاكل اللي راه يعانيها الفنان الجزائري، لان الناس كامل عم بالها بهذه المشاكل. نعم. حاب نحكي فقط معك حليم على اساس تقدر توجه نداء في كلمه ولا كلمه لهاد الناس اللي راهم يشوفوا فيك، واللي الاغلبيه نتاعهم شباب يعملوا بحالك، راحين ربما يتالموا، راحين يصادفوا عراقيل او عراقيل، لكن لو كان قادر تنصحهم مثلا تقول لهم اذا كنت في بدايه المشوار، اذا كنت في بدايه المشوار ما كان تختاروا هذا النوع هذا. انا لو كان او ديبار سي تادير على بالي سادير لو شيمان دو لا شونسون فريمون لي ديفيسيل ا سو بوينا كنت نحبس. يعني لو كان عدت الى الوراء ما كنتش راح تختار نفس هذا. اي دركا سادير جو مي سوي افونتوري دون لا شونسون، حبيتها في الدم. مي جو سوي اوبليجي دو كونتينوي جوسكا لا فان. يعني تعزمت لكن اتكملوا. لا قد كملا غادي جو غيسمي و ان شاء الله هتربح هذيك حريشه اللي نشنا ان شاء الله. حاجه واحده اخرى جمال ننتقلوا ليها ولا نقعدوا ديما مع حليم؟ حليم راح يكون ضيفنا زوج مرات في هاد الحصة. ضيف أولا كفنان كمطرب راكم سمعتوه وأظن أنه عجبكم لكم عن بالكم، لكن راح نستضيفوه كضيف آخر في ميدان آخر خلاص وما عندوش علاقة خلاص بميدان الغناء. وش هو هاد الميدان حليم؟ ميدان الرسم. كلمنا عنه تفضل. كيفاش بديت حليم؟ بديت الرسم افون لا شونسون. Dans les années 78-79, j'ai pratiqué les beaux-arts pendant 5 ans. Mm-hmm. Et puis à ce moment-là, j'ai travaillé beaucoup des expositions avant, mm-hmm. mais j'ai arrêté, ça fait 6 ans la peinture. Haliba Yadra, il est où tu travailles depuis quand? Je travaille à Paris, je travaille sur les fresques, je travaille des grandes surfaces. Mm-hmm. Je travaille sur des paysages, des portraits. De... الطبيعه. حليم باش تحمل اي دراد الشنان زين النظم هذا الشنان حمل عطس عطس. يعني حليم يحب الغناء اكثر من الرسم هكذا. وهو كذلك لانه اكتشف ربما الموهبه هذه قبل موهبه الغناء. الموهبه تاع الرسم جاتني من قبل، ما كانش بيناتهم شويه ديفيرونس بزاف. اسمح لي حليم، بعيد عن الفن والرسم واش يمارس حليم؟ سبور. انا اللي كنت مثلا صغير كاراتي. كاراتي يعني واش عندك في الكاراتي؟ راك واش عندك؟ واش عندك؟ جي براتيكي لو سبور كاراتي صافي باسك 9 ans 10 ans في سانتيور نوار بريمير دان شويه برك. راك تمارس هذه اللعبه هذه؟ راك تمارس هذه الرياضه رياضه الكاراتي؟ ما جي اريتي صافي برسك 7 ans. يعني باستطاعتك لو نطلب منك مازال تشفى شويه هكذا؟ مازال تشفى شويه. باستطاعتك لو نطلب منك الان تقوم بتجربه. تجربه لا تجربه بسيطه فقط للكاراتيه. صعيبه صعيبه. تفضل تجربه فقط خفيفه. مثلا خفيفه مثلا 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 ولو حركه بسيطه فقط مثلا. استنى من بعد حليم. تفضل حليم ولعبه الكاراتيه او رياضه الكاراتيه، تفضل ولو حركه بسيطه. بعد جمال معي مثلا تفضل. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه حليم. حليم حليم صح انا ما حبش نضرب عليك. لا 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 ما يعاودش، لاني حريص على الوجه تاعي لاني نخدم به. اسمحوا لي واني فقط كنت المزاح فقط، ما كان يعني تزعف ولا. حليم يا هل ترى بعيد عن الرياضه راك مثلا عضو في اي جمعيه شبانيه؟ نعم. لا لا وهذه الجمعيات الخاصه بالشباب مثلا يا هل ترى عندك فكره عليها؟ تحبها؟ تحب مثلا تكون عضو فيها؟ با سانسيرمون جي با طون. Je suis préoccupé par des choses vraiment. Mais il y a des mouganiens qui sont les chabes. Je suis préoccupé par 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 سي دي ميساج بور لي جام لازم راس ندير سنفكا صغري تقدر مني ويا با بروبليم ان شاء الله. هذه اول مره يديريني دي سبقوا لنا وانا كي طيب. شوف فقط نطلب منك طلب بسيط وبسيط جدا، هو انك ما تغادرش الاستوديو
حتى تخلص لوحة معينة، لوحة راح تكون هدية للحصة. ما زلنا معكم شباب اللي راكم تابعوا هذه الحصة، وقلنا نسبة كبيرة من المجتمع الجزائري يمثلها الشباب 75%. وانتم اللي راكم تابعوا هذه الحصة عندكم أركان واحدة أخرى خاصة للناس اللي راهم حابين، للشبان اللي راهم حابين يتعلموا مثلا يتكونوا في ميدان معين، هكذا تكوين مهني. تكوين مهني معين. الحصة اللي مضات لك كان شفيتو ظلنا مركز معين. الآن راح نزيدوا ندعوكم أيها السادة والسيدات خاصة أنتم الشبان لزيارة مركز للتكوين المهني، مركز آخر هكذا باش تشوفوا مهنة. وش هي المهنة كريمة؟ هذه المهنة مثلا في حاولنا نتكلم على المهن المختلفة الموجودة في هذا المركز، مركز التكوين المهني هنا في الجزائر العاصمة بالضبط في حي البدر. وهذا المركز مركز التكوين المهني واسمه الربوة البيضاء هكذا، وعنده عنده نسبة 19 تخصص، ومن بين هذه التخصصات الزميلة سونيا عماري اختارت لنا تخصص نتعرفوا عليه مباشرة. نتمنى لشبابنا الحصول على عمل بعد التخرج. خرجت من المزيد كنت قاعد جولي أصحابي كانوا تما جازوا في هذا الصن، قالوا لي لا تحب تما تعلم روح سقسي باش تما نعقب كونكور وندخل نتعلم. عقب كونكور كاين ماتو الفرنسي ما لا ديري تاع عام هذا بيان دافار ميتي واحد يكون عنده ميتي تما يخدم به فيهاش تعب وفيها درام يعني. كاين النافع محتاج ترميمة تنجم يدخل ليها تونيفو كاع ان شاء الله كيما نخدم ولا كيما الكاراج نخدم عند واحد قريبي نخدم. إيه مليح يجي يسقسي هنايا باش يدخل يعقب كونكور كيما عقبنا حنايا، حاجة خفيفة ميتي ولا ديري ماشي طويلة، تما يتعلم بيان. كلهم يعاونوا هنا يعطونا دراهم يحلوا لنا نحلوا بهم حوان يديروكم باش نخدموا فيهم باين اصحاب ارجعوا لهم دراهم ان شاء الله. في هذا الورش هذا نقسم على ثلاثة، دايرين صال دوكو قاعد لون اون اتيدي كاين بارتي تكنولوجي باغ اكزومبل اون اتيدي في لا تكنولوجي مثلا يعني كمثال لو ديماري ولا اتيدي يجوا هنا يغون لابليكي براتيكمون على سي دي باب. كاين بارتي اخر سي سبيسيالمون بور كو تشوفوا لي شاسي اكسيتيرا سي بور لي سيركوي ديكليرا لي سيركوي دي سيناليزاسيون اكسيتيرا سي بور لا براك. دونك اون بو دير كي لي بارتاجي اون تروا بارتي، بارتي تيوري يعني لا مادا واللي هي سي لي شاسي. متى عندي 24 بقولي 19 كاين 4 راحوا يعني تزابون با واحد توفى لا تقدر من 24 ما نقدرش نكون بور مو ما نقدرش نزيدو اكثر من 25 طفل باسكو على جال الاخر الماتريال سي لوتياج انديفيديوال ما يكفيش. يعطيك الصحة سونيا. ملا سيدتي وسادتي الشبان اللي راكم تتابعوا تعرفتوا على هذا المركز مركز التكوين المهني هنا قلنا في الجزائر العاصمة بالضبط حي البدر، والاسم نتاع هذا المركز هو الربوة البيضاء. طيب كريمة زدي ذكرينا فقط يعني كاين فيه كهرباء السيارات وكاين ماذا يعني ايضا؟ كاين الترصيص كاين النجارة كاين يعني قلنا 19 تخصص، ومن بين ربما هذه التخصصات فيه تخصصات عندها أهمية أكثر وتتماشى مع الوضع الحالي مثلا الاقتصاد اللي رانا عايشينه اللي رانا تبعناه في وطننا. وأيضا في قلت تخصصات من بين هذه التخصصات ربما اللي عندها صدى كبير قلنا الترصيص النجارة المحاسبة خاصة المحاسبة اللي صبحت عندها أهمية كبيرة. شباب شباب شباب
لمزيد من المعلومات اتصلوا بهذا المركز ولا بأي مركز تابع للتكوين المهني. ونزيد نقول لكم حاجة فقط، خاصة أنتم معشر الشباب البطالين، لازم مهنة تعلموا على الأقل ولو مهنة. واللي مثلا نوعدهم باللي في الحصص المقبلة إن شاء الله زميلة سونيا راح تعرفنا بمراكز تكوين مهني أخرى حتى تتمكنوا أعزائي الشباب باش تتعرفوا على مختلف التكوينات الموجودة في مختلف مراكز التكوين المهني عبر الوطن. هكذا وهو كذلك الآن جمهور الحصة العزيز، سننقلكم إلى ميدان آخر. ما هو هذا الميدان؟ نستناو. هذا الميدان هو ميدان الرياضة. الرياضة ربما تحبوها شباب، هكذا ملا نستناو الزميل، رمينا الكرة من فضلك ملا. هذه هي الكرة اللي معظم الشباب الجزائري مغرم بالكرة، هذا النوع من الكرة، هكذا جمال. تفضل. شكرا. هذه هي كرة القدم، راح نستضيف ضيوف راح يحدثوكم على كرة القدم، مش راح نقول لهم هل تلقى إقبال ولا لا، لأنه من المعروف أنها تلقى إقبال كبير هنا في الجزائر. نعم، ونرحبوا نعم جمال، يعني بدون إطالة نرحبوا بضيوف الحصة. مرحبا. تفضلوا جلسوا. تفضلوا جلسوا. انتما رياضيين، يعني خذيتوا على هذا النوع من الاماكن؟ نعم. تفضلوا الميكروفون وهو كذلك. الضيوف الكرام لازم نتعرفوا عليكم مباشره، قدموا انفسكم للشباب اللي راهم يتابعوا هذه الحصه، وانتما اغنياء عن التعريف، هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الميكروفون لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ مصطفى هدان مدرب ومسؤول فرع كرة القدم في فريق مولودية الجزائر. الأخ بسكري علي مصطفى وهو تانيك مدرب في فريق الأكابر مولودية الجزائر. والأخ عريفي عمر يعني كما نقولوا احنا هو الممرض تاع الفريق. يا سيدي وقدم نفسك انت. نعم. وانا محمد بن حصير سكرتير تاع الفريق. ملا ضيوف الكرام، انتم هذا هو عالم الرياضة، ركن الرياضة والتسلية. اسمح لي فقط كريمة نفتح قوس فقط ونقول لكم اليوم استضفنا مثلا مولودية الجزائر، ومعنى هذا لأنها محطة مركزية والمولودية مولودية تقريبا عاصمية، لا، الدعوة مفتوحة لجميع الجمعيات الرياضية أينما كانوا وحيثما وجدوا. نرحبوا بكم ورانا ننتظروا في الرسائل نتاعكم، إذا حبيتوا تجوا الحصة نتاعنا وجعلوها مجال مفتوح تتكلموا فيه ما عندنا حتى مانع. قبل ما نتكلم عن الرياضة بصفة عامة جمال، عندنا روبورتاج للزملاء اللي راهم يعملوا معنا في الحصة. تعرفوا طارق العزيزي هكذا؟ نعم. سيد بن حصير. نعم طارق العزيزي هو لاعب من اللاعبين تاع مولودية الجزائر. نضيف 22 سنة لعب في المنتخب الوطني، نهار غدوة إن شاء الله نهار الجمعة مالا عندهم لقاء السودان الجزائر، إن شاء الله يربحوا. نعرضكم باش تتعرفوا على الرياضة مع طارق العزيزي، قلنا لاعب في كرة القدم مع الفريق الوطني ومع أيضا مولودية الجزائر، تابعوا معنا. 22 سنة صغير في السن بصح كبير في التجربة. طارق العزيزي واحد من اللاعبين اللي الأنظار راهي متوجهة عليه. طارق تربى في نادي المولودية وتعلم ومازال متمسك بهذا الفريق، عنده المولودية في الدم. كل الناس اللي كانت تشوفه يلعب كي كان صغير سواء مدربين لاعبين أو أصدقاء كانوا يحسوا بلاعب عنده موهبة، كانوا يحسوا بقدرة، وزيد القامة اللي يمتاز بها طارق ساعدته باش يثبت وجوده في الفريق. هنا الفريق المولودية راهي يتدرب على التربة.
والله ما زير وين زافون ابري دمان ان شاء الله ماتش كونتر الياس شاويه و سو ماتش باس ديرو لي سور دو تيف دونك يفو سي بريباري دون لي ميم كونديسيون que le match qui va précéder inchallah. Voilà Zizi, ça fait pas mal de temps qu'il montre vraiment des prédispositions de sérieux fi le khadma taou et il fait un travail je m'en colo sur le plan esprit son travail il est professionnel dans son travail, il le fait sans rechigner les efforts ou là il est toujours égal à lui-même à l'entraînement, ce qui a valu aller pour lui la progression. لرانا شايفينها او سان دو ليكيب ناسيونال يدون دو بوكو دو ساتيسفاكسيون او نيفو تاع الكلوب هنايا اي سي تري انكوراجون سورتو بور لوي بور لالجيري بيان سور. تي طارق وليد المولوديه يعني تربى في المولوديه من الصغر تاعو كيما ترباو تقريبا 70% من الفريق الحالي اللي راهم في المولوديه. طارق انا شخصيا عرفته في 87 كي كان مازال مع الاشبال يعني كان مازال جونيور في هذاك الوقت ديجا كان الناس اللي كانت دايره يعني دايره به في الفوتبال كانت على بالها بلي سمي لافي دي بريديسبوزيسيون باش يكون ان تري بون جوار يعني باش يكون جوار مليح وزادت لا كارير تاعو يعني قد ما كان يروح لقدام قد ما لا كارير سبورتيف تاعو بدات تزيد تتعمر على خاطرش ما يخفلكمش بلي هو كان دراري كيلعب ديجا في الفريق الاكابر يعني في السينيور تاع مولودي. طارق لاعب اللي يمتاز بشجاعه على الميدان. يحس روحه في راحة على العشب ولا على التربة. الكاس اللي ما يعرفوش يدرب بجدية واستمرارية والعامل المتقن هذا هو اللي وصلوا حتى الفريق الوطني. وقال انا اشوف الانسان لو ما ينجحش في حياته يعني صافي بريفي او طونك امبلوي دو سوسيتي ولا في القرايه ولا اي بو ريوسير في الفوتبول يعني كاين كثير من الناس يعني الفوتبول اللي زاسومي. كان من طرف الزملاء كمال بن دبي ومحمد وزميلنا احمد بن حصير يعطيكم الصحة ونقول اللاعب اما دولي ولا لاعب ايضا في الفريق تاع المولودية طارق العزيزي نقول لك ثاني ربي ان شاء الله يكمل لك وتولي محترف على المستوى الدولي وعلى بالنا بلي كاين دول طلبوك مثل المانيا وان شاء الله يماك اللي راهي راضيه عليك تعيش ربي طولها العمر وتشوفك يعني اكثر من اللي راك الان هكذا. ضيوف نتاعنا في كرة القدم قلنا فريق كرة القدم في المولودية نرحب بكم مرة أخرى عندنا سيد المدرب مسير الفريق وعندنا أيضا ممرض ومسير أول هكذا ولا مدرب أول للفريق هكذا نرحب بكم مرة أخرى وش رأيكم في الشباب؟ تفضل اي واحد فيكم اي واحد واش رايكم في الشباب مثلا العزيزي طارق العزيزي مثل مثلا شاب جزائري هكذا شبان اللي راهم يتابعوا فيه مثلا وشاهدوا هذا الروبورتاج فرحوا بزاف يا هل ترى تتمنوا تشوفوا هكذا شبان جزائريين بتسهيلات يعني يكون عندهم لي مويا يكون عندهم تسهيلات باش يولوا كما طارق العزيزي طبعا كل جزائري ممكن يتمنى باش كل شباب الجزائري باش يكون يعني في ازدهار ويكون في يعني في تنميه ويكون يعني على جميع المستويات في الجزائر سواء في الرياضه ولا في كل يعني ميادين. انا مش اختصاصي في كره القدم. ايوه. مش اختصاصي في اي رياضه يعني بصراحه. ايوه. لكن نسمع من زملائي في القسم الرياضي انهم يقولوا على المولوديه بانها مدرسه. كي نقول مدرسه نقولوا تكوين. نسمع ايضا ان في الاحياء كاينين شبان يمارسوا كره القدم وهيكلوا نفسهم في شكل بين الاحياء طيب هل انتم كمدرسه
عريقة، عندها تاريخ، عندها لاعبين مشهورين. هل خديتوا بعين الاعتبار هاد الشباب خاصة بين الأحياء، ولا اللاعبين نتاعكم تجيبوهم فقط من فرق النخبة، من فرق القسم الوطني الأول أو القسم الوطني الثاني؟ بالفعل في هذا السؤال يعني وكونفيرمي باللي ونت با ايسيو دو ميليو سبورتيف، مي بور سكي كونسيرن المولوديه نجم نقول لك باللي المولوديه سي اون ايكول، فعلا سي اون مدرسه يعني تاع تكوين لاعبين، وكاين فئات صغار يعني موجودين في فريق مولود الجزائر، فئه المدرسه وفئه البراعم والاشبال والاواسط وابتداء